بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. النهارده هنعمل ان شاء الله وهنشتغل او هنكمل الشغل اللي احنا بدأناه قبل كده اللي هو بتاع الجلاش. في ناس كتير قوي اللي هي ما بتحبش العجن، ما بتعرفش تعجن، ولكن اتكلموا على ان ممكن نستغل الجلاش. استغلناه في عمل الفطير الفطاطري، عمل فطير المشلتت، وقلت مش عايز اقول كان حصري ولا مش حصري، لان طبعا مدام نوره هي اللي قالت لي على طريقته انه ينفع فطير مشلتت، ولكن لقيت ان احنا ممكن نشغل منه حاجات كتير جدا. فاتفرجنا الاسبوع اللي فات وشفنا ما طلعنا منه جاتوهات، ومن نص كيلو جلاش بس طلعنا كميه كبيره. بعد كده جات لنا الطلبات الحمد لله، عايزين يا شيف محمود الجلاش اللي محشي بسبوسه، عايزين الجلاش اللي محشي كنافه. طب هي الكنافه بتتحشي نيه؟ طب هي البسبوسه بتتحشي ازاي؟ البقلاوه، النموره، كل ده عايزين نشوفه مع بعض. هننزل مخرجتنا العظيمه دلوقتي بقى نكمل شغل الجلاش بتاعنا ونشوف كده الدنيا فيها ايه وهتعمل ايه. نزل لنا كله مره واحده حته واحده كده ونشوف هنعمل ايه. الدنيا سهله او بسيطه ان شاء الله، وهتلاقوا ايه كل حاجه مميزه قدامكم. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ نص كيلو من الجلاش، كوبايه من السمنه، ربع كيلو سوداني مجروش، معلقه صغيره من القرفة، ودي اختياري يا جماعة، 2 معلقة كبيرة من السكر. السيرب بتاعنا بقى عبارة عن ايه؟ كيلو من السكر، نص كيلو من المية، رشة ملح ليمون عشان ما يقعدش معانا، تمام؟ ده بالنسبة لصنف ايه؟ الجلاش اللي محشي بقى كنافه وبسبوسه يا جماعه ما بيتحطش ني، مين قال كده؟ نص كيلو من الجلاش، كوبايه من السمنه، الحشو بتاعنا كنافه وبسبوسه، السيرب بتاعنا عباره عن كيلو سكر، نص كيلو ميه، رشه ملح ليمون، نفس السيستم اللي احنا مشينا بيه. النموره بقى نص كيلو جلاش، 2 كوبايه كريمه، كريمه او كاستر، نص كيلو من الجلاش، يعني شيماء كده، نص كيلو جلاش، نص كيلو جلاش، لا هو الصينيه نص كيلو جلاش بس استاذتنا الغاليه العظيمه، لا ما تقصدش اكيد انا كتبته مرتين، شيماء ما بتغلطش ابدا. طبعا الا شيماء عندي. وكوبايه من السمنه، عاجبك كده يا احمد؟ طيب ايه تاني؟ ايه تاني مخرجتنا العظيمه؟ في حاجه تاني؟ شوف عمل ايه كده. ده يا استاذتنا الغاليه العظيمه. نرجع بقى كده تاني ونشوف. طبعا احنا كاتبين اصناف كتير النهارده، احنا بنحب ان احنا ايه نشكل الجلاش لما فكه، طبعا عشان البراند او العلامه او الماركه، مع انها مش ماركه عالميه يعني، لازم نلفه في كيس او في فوطه كده عشان ما ينشفش، عشان ما ينشفش. خلينا الكيس دي يا شيف محمود عشان نلف بيها تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. هنعمل اول حاجه عندنا البقلاوه اللي حضراتكم بتقولوا عليها، ولازم السيرب عندي يكون تقيل عامل زي العسل النحل، كيلو سكر، نص كيلو ميه، الاخوه اللي بيقولوا ما بيظبطوش انا لسه عامله حالا، نص كيلو ميه، ربع معلقه صغيره ملح ليمون، شايفين عامل ازاي؟ سخن على فكره لسه، شايفين عامل ازاي؟ هنا بقى اختلفت الدنيا، ده اما يبرد ده هيبقى ايه؟ اهو شايف؟ واضح اهو يا تامر قدامك اهو، اهو شايف ازاي؟ اهو تسلمي انت يا استاذتنا الغاليه. هنبدا دلوقتي نعمل ايه في البقلاوه؟ البقلاوه تشكيلها غير النموره شويه. البقلاوه تشكيلها غير النموره، هي هي اه، بس النموره باخدها بطريقه ودي بطريقه ان شاء الله باذن الله ايه؟ نعرف نشوف الدنيا فيها ايه. هات لنا كده ادي الجلاش، ويا ريت الجلاش يا جماعه يبقى يكون فريش، الجلاش يكون فريش. بنعمل كده
وخدوا بالكم النقطة ان عندي هنا لو الصينية في بعض الصواني الأرضية بتاعتها بيكون أصغر، القطر بتاعها أصغر من فوق، فناخد بالنا عشان ما يبقاش ليه إيه ليه شراشيب كده ويبقى مميز معاكم. السكينة دي يا ريتكم تجيبوا زيها دي للفاكهة لتقطيع الحاجات الرفيعة اللي زي كده أهو. وبعدين يا شيف ده نرميه بقى يا شيف محمود، ولا ندخله الفريزر ولا حاجة، ممكن استخدمه تاني دلوقتي، هوريكم ازاي. طب انا مش هستخدمه يا سيدي، اعمل ايه؟ ارميه؟ لا، ده ممكن اديله سمنه بس انا هستخدمه وادخله الفرن على نار هاديه 100، يتحمص يبقى احمر خالص، وبعد ما يتحمص نستخدمه نحطه على مناديل ونستخدمه لايه؟ لام علي. نستخدمه لايه؟ لام علي. ايه ده يا عم؟ ده انت خلاص مخك خلاص. لا ده كل ده اهو ارضي، انا لسه هحط بالفرشه خلاص. طيب ورينا الحشوه كده شيف محمود. ادي القرفه وادي السوداني وادي السكر، في ارخص من كده يا استاذه مريم؟ مفيش ارخص من كده، خليك سريع شويه يا شيف مساء محمود. الفل على اجمل شيف في الدنيا. اهلا 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 يا ست الكل، كل سنه وحضرتك بخير. سعادتك بالف صحه يا ست الكل. والاستاذه اللي ربت على التليفون دي ربنا يسعد اوقاتها يا رب. يا رب ربنا يكرمك. ممتاز، جمال ممتازه والله، ده من ربنا ذوقك. يبارك في عمر البرنامج كله. كل سنه وانت طيبه وربنا وانت يكرمك. طيب وبخير وبسعاده، والاستاذه حنان بخير. الله يكرمك. والحاجه ليلى والاولاد الحلوين يا رب تسعد بمستقبلهم دايما ودايما. الله يكرمك، الله يكرمك يا ست الكل. تسلمي تسلمي يا ست الكل. وتكون انت كمان يا رب في خير وسعاده وفرح، وتديم لنا وقفتك دي على طول. انا طالما سعادتك بخير احنا بخير والله. ربنا يكرمك. والله العظيم انا بسعد لما بسمع صوت حضرتك، ده شرف لينا ونور لينا. تسلمينا. انا عايزه طريقه عمل الكنافه السواريه. عينيا السواريه اللي هي دي صح؟ ايه بصي كده. عينيا. حاضر. تسلم عينيك يا رب. سعادتك تأمري أمر طبعا. عينيا ليك. شايفين أنا بحط عشوائي زي القطعات؟ أنا حطيت نص الإيه؟ تلت الجلاش السليم فين؟ في الأرضية. وبنحط القطعات. تعالى الأول بس عشان كنت بتكلم مدام مريم، أدي شوية السكر وأدي معلقة القرفة. انا عايز اقول لكم احلى صنف حلويات اتوجد قدامي انا كمحمود عطيه، البقلاوه دي، ده اهي، وعندي العيله بتحبها قوي. خلاص، القرفه مع السوداني مع السكر. وبعدين يا شيفنا كويس قوي ان انت بتحط كده القطعات، انت ما بتهدرش، انت حد كويس والله. هنديك شهادة الايزو. اسمها ايه اللي ادوها لرحمة الله عليه احمد زويل؟ اسمها ايه؟ طب اللي ادوها لنجيب محفوظ اسمها ايه؟ نوبل. نوبل. انا عارف ان انا نوبل يا جماعة، لحد يحسب ان انا جاهل ولا حاجة، عشان بتوفر في الجلاش على انما ده انا بقى اشهر يوتيوب في مصر اهو، ده اللي بيمشي دلوقتي، اخد شهادة نوبل عشان بيوفر في الجلاش. يا سلام، فيش بعد كده، ده ايه الهيافة دي؟ وادي السمنة اهي. وبعدين نقوم حاطين الحشوة بس في النص، مش عايز اطلع بره. اهي السلام يا شيف محمود، يا اللي ما فيش زيك. الحلة دي اللي مضايقك؟ يا خد يا ابني ارمي لي الحلة دي خالص، مش عايزينها. يلا، مضايقة تامر. وبعدين يا شيفنا، وبعدين هنا انا حطيت السوداني بره يا حاج اشرف، عشان انا لو حطيته على الاطراف هيتحرق، فلازم اخليه كده بالشكل ده. ده ربع كيلو بيبقى حلو جدا، شايفين؟ مش عايز اخرج بره كده. خدوا بالكوا عشان تبقى اهم من الشيء تبقوا مميزين في الشكل، ونخلي كده مصورنا الرائع ومخرجتنا الجميله دي. واحنا ورانا ايه؟ ان شاء الله نخلي الحلقه دي كلها بقلاوه، نمريش اي حاجه. نبص كده على الجلاش مع بعض بالكاميرا ونشوف الدنيا فيها. يا سلام، يبقى فيه بتاع عقلة صباع كده، الجلاش مش طالع بره. برافو عليك يا شيف محمود والله. يا سلام، مش هتريق المرة دي بقى، مش هتريق.
التمر يا جماعه قد بالمرصاد، مصور رائع وجميل وبعزه جدا. وادي كده السمنه، يبقى كده خلصنا من كل القطاعات اهي. دي الايه؟ البقلاوه اللي بجلاش. وكل ما جبنا الجلاش طازه، ده كله فرد مكن، ده كله فرد مكن. هات لنا بقى كده شفنا ده مكن كله. العجينه بتبقى قاسيه جدا، تعجن تتفرد مش ورقه ورقه. بقى في بعض الساده الافاضل بيعملوا بيدي ورقه ورقه. الجلاش بيحب السمنه كتير، وكل ده هتتصفى. امال لو شفتوا البقلاوه بقى، ده البقلاوه بتاخد لها بتاع كيلو مثلا، بتاع نص كيلو سمنه. واهو يا سلام، مفيش بعد كده. شايفين بيتنا كل حاجه ازاي؟ يا سلام، كل حاجه كده باتت. بيتك بيتك اهو. واو، اي سمنه، اي سمنه مالها كده كده، ولازم تبقى السمنه دافيه. طبعا الساده المسيحيين بنقول لهم طبعا خلاص كل سنه وانتم طيبين، وفي نفس الوقت لو عايز تعمليه بزيت سعادتك تعمليه بايه؟ بزيت، يبقى صيامي على طول. طب وبعدين؟ ادينا بقى السكينه كده وسننا بقى السكينه دي، عشان اما اجي اقطع ما تتفردش من هنا. مخرجتنا الغاليه جايباني زي الجزار بتاع حتتنا. وادي كده، ونبدا ضروري جدا بس مدي السمنه بره، بيقطع وبعدين يدي السمنه. انا هنا ما بديش ورقه ورقه سمنه، انتوا مش تلاميذ، انتوا متابعين 7 8 9 قنوات بتعمل ايه؟ بتعمل وصفات الطهي، كلهم شيفات ما شاء الله زي الفل. فبالتالي خلاص بقى، من السمنه بتتوغل جوه. عايزين نجيبها سامبوكس عشان كتير ما كانش بيعرف يجيبها اهي، وليها كذا تقطيعه يا جماعه، بس عشان ما تحيروش روحكم اهي. تمام تمام. السيرب يبقى ايه؟ مين هيقوم يقول لي؟ برافو عليك، سلام، استدعاء ولي امر يا ابني. السيرب لازم يكون بارد وهي خارجه من الفرن. ايه؟ برافو، سخنه. طب لو هي خارجه سخنه والسيرب ما لحقتش اعمله، انا راجل كسيل، الشيف محمود يعني، وده سخن وده سخن، ايه اللي هيجرى يا شيف يعني؟ انت بس بتعقد لنا الامور، هتعجن، هتبقى مهلبيه، هتبقى فتت القطه، معجنه معجنه، وانا بموت في ام علي بقى بصراحه. خلاص؟ اذا ادي صينيه البقلاوه اهي، هتجيبها لنا مخرجتنا الرائعه. اديلي على الوش كده شويه سمنه، شفنا اهو. فرن يكون درجه حراره 180. خش الكلام ده، هيطلع عندي هنا سمنه فيها هتبقى عايزه تتصفى، لما تخرج نصفيها. بصوا له، هدخل الكلام ده الفرن درجه حراره 180، ونطلع الفاصل بتاعنا ونرجع نقوم داخلين في حاجه تانيه على طول. احنا ورانا ايه؟ فاصل، اقعد لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا البقلاوه ودخلت على درجه حراره 180 الفرن. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل الناموره نفس القصه بس تشكيلها حاجه تانية خالص. بس الاول تعالوا نعمل حاجه تانية، تعالوا نعمل اللي هو محشي بسبوسه ومحشي كنافه، عشان احد الاطفال كان قايل لي على كنت عامل بث مباشر يعني، وقال لي ان هو عايزهم، فوعدته ان انا اعملهم له في البرنامج يعني. شوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه وهنوصل لايه. كون عندي سمنه، عندي سكر بودره، تستغربوا سكر بودره يا شيف محمود على الكلام ده. انا مش عايز مصفى زي دي كده، انا مش عايز السمبوسه او الاشكال اللي انا هوريها لحضراتكم ديت، مش عايز الكلام ده ينفش مني. يعني ايه يا شيف محمود؟ يعني ينفش منك؟ هنفهم دلوقتي مع بعض ونشوف الدنيا عامله ايه. ادي كده الاطباق بتاعت الغرف، وادي كده وادي كده وادي كده، واحده واحده. لازم زي ما اتفقنا الاطباق تتلمع
طالما هحط فيها اي حاجه. وادي كده. اذن ادي كده، ده بقى القرمشه بعينها. بديها السيرب بس بتاعها. وادي كده الاستاذ الكريم، هتلاقوا فيه القرمشه على اصولها. شايفين بقى الدنيا هنا كده؟ شايفين اللوز اللي جوه؟ اللي جوه ال ها، ايه رايكم؟ طب لو حبينا يا شيف محمود نجيب حاجه زي كده مثلا، هات لنا دي بس الاول كده، بطل بس الامضه الاول، وطالنا دي حشو كنافه وحشو. سلام سلام. اقعد اقول لكم اول واحده عملها في مصر، مفيش حد عملها في العالم العربي الا انا. فهو بس عندي فوبيا. واهو وادي السمبوسه اهي. مين بقى فيكم هيعرف يلف سمبوسه زي ديت؟ يا سلام عليك يا شفنا. دي هوريها لكم برضو، زي اللي اسمه اللي احنا كنا بنعملها دي، اسمها ايه اسمها ايه اللي احنا بنعملها بال البغاش؟ البغاش. واو انا ببقى ناسي حقيقي يعني والله. واو هنا كنافه. انا مش طالب ان حضرتك تعملي صينيه كنافه، ولا طالب ان حضرتك تعملي صينيه بسبوسه، ولكن لو الحاجات دي فاضت مننا فاحنا نقدر نعملها. طب انا راجل عايز اشكل، انا عايز افتح مطعم، انا عايز افتح مطعم، تمام؟ فبالتالي طالما انا عايز افتح مطعم عندي، ف والله العظيم عايز اقول لكم نص كيلو جلاش عمل لي ده. مش ده بس، لا فاكرين شغل الاسبوع اللي فات؟ وهو يعني ما فيش بعد كده. ضروري جدا لما اجي افرد الجلاش، ضروري جدا لما اجي افرد الجلاش عشان اشتغل يكون معايا فوطه، فوطه نظيفه عشان اغطيه. ورقه 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 ورقه، ادي ورقه وادي ورقه، ثلاث ورقات بس مش اكتر. وادي السمنه. فاكرين الموضوع بتاعنا بتاع التورته والكلام ده؟ انا مش عايز ادرع على الكاميرا بس كده. شايفين الدنيا عامله ايه؟ فرشه وبدي ايه، سمنه او زبده او زيت زي ما انتوا عايزين ولا يهمكم. طبعا لو اديت الزبده افضل عندي بكتير. وادي سكر البودره. ليه بقى؟ عشان يعمل لي التصاق وقرمشه. خدوا بالكم انا ما بنزلش بسكر بودره يعني عشان ما يجيش برضو ناشط سياسي ويقول يا شيف محمود انت يا شيف محمود اديها، تدي سيرب، اديت سيرب واديت سكر والبسبوسه مسكره. هو ده مش انا بقى اللي بحرف في الصنف، هو الصنف كده انا زودت عليه حاجه واحده بس. مش عايز اقول كابتكار ولا كلام اللي بالكم منه ده، لما اخترع لكم حاجه ان شاء الله كده تكون جامده كده زي اختراعات النت والموبايل وبتاع، تفتكروا ممكن اعمل حاجه زي كده؟ بس كده انا كبير احول صينيه الكشري وصينيه المكرونه بشاميل والكشري لحاجه تانية. هو ده كبيري ونقضيها كلام بعد كده. واجي كده، ده تالت راق. خلاص تالت ايه؟ راق. مش هدي تالت راق سكر، مش هدي تالت راق سكر. انا كده جهزت يا ست ام محمد. ست ام محمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغاليه. ازيك يا سيف؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الحمد لله، تسلم ايديك على كل الاكلات اللي انت بتعملها. الله يخليك. بص يا ست محمد عشان هاتني، معلش احسن تروح المعلومه دي منكم، يبقى انا اديت الثلاث رات سكر بودره والرق الاخير ده كده انا مش هديه. معاك ست الكل تحت امرك. لو سمحت يا شيف ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اوامر، مش سؤال واحد. انا دايما اعمل الفطير ويطلع ناشف مني، معرفش ايه السبب. يطلع ايه يا ست الكل؟ ناشف. ناشف. بتشتغلي بالسمنه؟ بتشتغليش بالزبده؟ بشتغل بسمنه اللي هي السمنه بتاعتنا البلدي العاديه دي. يا ست
يا سيدتي الفاضلة، السمنة قبل ما تسيح كانت ايه؟ كانت زبدة. ساعاتك اشتغلت بالسمنة على طول فنشفه، واكيد العجينة بتقطع منك، فالسمنة بتطلع تنزل في الصينية تبدأ تحمر العجينة. ايوه بالظبط، بيطلع ناشف وبيتكسر كده. طيب يعني اعمله بزبدة العادية الفلاحة بتاعتنا، بس تكون زبدة مش سمنة، والعجينة تعجن كويسة وتعرفي ترقيها، بس كده ولا يهمك من حاجة أبدا. ماشي، شكرا شكرا يا سيدي. ولا يهمك من حاجة أبدا. بص يا جماعة، أنا ما بعرفش ألف السمبوسة اللي هنا كده على إيديا. شايفين ده كده، وهنرجع نعمل كده. لازم تمشي على، همشيها على الخط المستقيم ده. ايه يا شيف محمود، انت مش هتعرف تلف السمبوسة دي، تبقى كارثة. كده بس، عشان الورقة جت معايا كده، بس انا لازم اقفلها كويس قوي كده واحبكها كده. مش عجباني، عشان البداية كانت غلط. انا ممكن اقعد فيها حلقة دي ولا يهمني. خلينا بقى نشتغل بطريقتي بقى اهي. خدوا بالكم، دي مش سمبوسه، ولازم الاول ان انا اكون بليلها ايه، سمنه، وادي الحشوه ايه، بسبوس. عايز احط كنافه ماشي، احط حتتين مكسرات ماشي، خلاص اهو. لازم هنا البوز يتقفل كويس قوي، وامشي على نفس الخط المستقيم كده. ممكن ان انا اخد دي كده، وممكن انا راجل زي الشيف محمود كده بحب احافظ على كل حاجه، يبقى كده. ها بصوا لها، ونقوم مدينها ايه، الله يفتح عليكم دنيا واخره، سمنه على الوش. هنعوز ايه اكتر من كده؟ مخرجتنا العظيمه بقى تجيبها براحتها اهي. شفتوا الدنيا؟ طيب حلوه قوي. يلا نعمل كنافه نفس القصه اهو. بيبص بقى عامل قرطاس كده. فين الكنافه؟ شفنا، هات لي دي كنافه قديمه مش سوية. كل ما كنافه تفيض منكو كيس وفي الفريزر عشان ما تغيرش اهو. ها ايه الاخبار؟ حلو قوي. واهو هات لي هنا يا سيدي اهو. طب ايه لازمه السكر بودره يا شيف محمود؟ هيقرمش، هي ايه، هيقرمش معانا يا ربيع، ويدينا طعم كويس. تمام ولا مش تمام؟ طب يا شيفنا، ادي واحده وادي واحده. في الصوابع دي عملتها ازاي برضو يا شيف محمود؟ نفس القصه، ادي ورقه. خلاص تحصيل حاصل، اللي جاي تحصيل حاصل للي راح. اللي راح من قلبي فين؟ هيروح من قلبي فين؟ حد فاكر شادية رحمة الله عليها؟ سلام، بس نفتكر لها كل خير إن شاء الله. وأدي كده، بس أصوات مبهجة. وأدي كده، أحسن حد يقول لي إعلان ولا حاجة، رحمة الله عليها. وأدي كده، تمام؟ ها؟ شايفين الدنيا بعمل فيها إيه؟ مفيش حد ابن حلال يروح يبص لنا على الفرن. يعني يثبت الكاميرا كده وراح يبص على الفرن ويجي. وادي كده السكر، ولا حد بيسال فيا، كله مديني الودن اللي هي ايه، مش مركزه، مديني الودن اللي فيها الاربيس. ايه بتقول ايه؟ واكتر ودن تلاقوها مديالكوا بقى، حتى لو ما فيهاش اربيس، لو في فلوس عند حد مثلا بتقول له انا كان ليا عندك 10 جنيه ولا 20 جنيه. ايه بتقول ايه؟ خطا يقطع، معلش خطا يقطع. وادي كده اخر حاجه ايه، وادي كده يا استاذه ميرفت. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، استاذتنا الغاليه. ربنا يبارك لك يا رب، واحلى شيف في الدنيا. ربنا يكرمك خليك. والله العظيم تسلم ايدك، الجلاش روعه اللي بينشف مني بكل طرقه. بس بالامانه بالامانه عايز اسالك على حاجه. اتفضل. اما بيكون حد بيكلمك في التليفون وليكي فلوس عنده، مش اول ما بيتكلم ايه في ايه انا لا ده خدها رصيد. اصل الخطا يقطع. صح، خدها رصيد. والله يا جماعه عايز اقول لكم شيف محمود ده جميل جدا، وتشكري طبعا معانا وبنتي، بشكره جدا. الله يكرمك. الشيف الج...
الجميل اللي بيراعي ربنا قبل اي حد والله العظيم. الله يخليك يا رب عشان انتوا غاليين عليا والله. يكرمك يا رب كده ويحفظك. الله يكرمك ربنا يخليك لي. بقول لك ايه، انا عايز احط يعني جلاش بقى، مش اللي محشي كنافه وبسبوسه، لا الجلاش الحادق انا عاوز احط فيه الماده اللي بتطريه ما يكونش فيها بيض اصلا خالص. ما فيهاش بيض يبقى لبن. أو لبن. لبن. لبن بس التنكية يعني يتنكي يبقى حلو ازاي؟ ما تخافيش اسقي اللبن قبل ما يخش الفرن هيطرهولك مع السمنه ومش هيعجن. تسلم لي يا شيخ محمود، ربنا يجازيك كل خير يا رب. الله يكرمك الله يكرمك. اوامر ست الكل، ربنا يكرمك. شايفين البقلاوه عامله ازاي؟ سمنه، السمنه هي اللي عامله كده، سمنه كتير. لا ما تخافيش، قلبي هو اللي ممكن يقع. هاتي كده يا استاذه. اوكي حاضر يا سلام، رقيقه قوي قوي يا سلام، مفيش بعد كده. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ طبعا انا مش الله، اهو كده شفنا كلنا. شفت يا تامر؟ دي البقلاوه بقى تامر، متحبهاش؟ هاي هنقفل كده. سلام لو عندي ولد بس كده طالب وظيفه واخليه يقف عند الفرن، هنبدا هنبدا نجيب كده وظايف خاليه، مطلوب حد يمسك الفرن. وادي كده عشان نعمل الايه؟ الصوابع. الصوابع يا صوابع. وادي كده. كترش الحشو قوي. عارفين ورق العنب؟ مش انتوا بتلفوه كده؟ اهو. ونقوم جايبين كده. ونقوم جايبين كده. واهو. واهو. ها. مش عايز شراشيب عشان اخد الفصل وانا مستريح نفسيا. بصوا عليها كده بقى. خرجتنا العظيمة هتجيبها. ايه رأيكم ناخد الفاصل؟ ناخد الفاصل ونرجع نشوف اللي زي البغاشة دي اتعملت ازاي، ويبقى كده خلصنا الجزئية ديت. هاخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه. فاصل وعود لحضرتك. اهلا بحضرتك. قبل الفاصل عملنا الاشكال اللي شفتوها ديت، فاضل عندي بس الشكل اللي هو شكل الدنش هنعمله دلوقتي. دي النموره عشان نخش عليها على طول، ما تجيش مخرجتنا تقول لي ايه ان انا قصرت. وادي كده، دي بقى بتاخد كاستر، تاخد مهلبيه، مهلبيه اللي هي بديل القشطه، اللي هو كوبايه لبن مثلا او كوبايتين لبن، معلقتين كبار نشا، سكر بسيط قوي لو حبيته يعني بس اهي. وبعدين يا شفنا وبعدين فاضل لنا دي، تعال نخلصها كده بسرعه ونشوف الدنيا فيها ايه. امرها سهله قوي 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 يعني. لو عندي اصفر بيض عليه فانيليا نقدر نحط عليها اصفر بيض عليه فانيليا. هو ايه؟ هو شراب. الله. يلا دايما صباعي يفلت تحت امر معاليك يا استاذتنا الغاليه. وبعدين حلوين جدا استاذتنا الغاليه، اوامر. بنجيب دي كده ونجيب دي كده. لو عندي اصفر بيض عليه فانيليا يبقى ممتاز عشان مفيش حاجه تفلت مننا، مفيش حاجه تفلت مننا. ودي كده ودي كده. سلام سلام يا شيف محمود، معقوله الكلام ده؟ جبته منين ده يا شيف محمود؟ متعلمه من سعادتك يا فندم. واهو خلص الموضوع بتاعنا، ندخل الكلام ده الفرن. مخرجتنا العظيمة ندخله في الفرن اهو. ها ايه الاخبار؟ اي سمنة رجعوها تاني هنا. واهو تمام، كل ده خد سكر بودرة عندنا وخلصت الموضوع بتاعنا على كده. ادخل الفرن بس اوريه الاول لامير الغالي. انا اسف انا اللي شلت ايديا المرة دي، دي غلطة مني سامحني. تمام، يبقى هاتي البسبوسه وادي الكنافه والدنيا زي. نبص بالمره على البقلاوه طالما جينا هنا. ها يا سلام، شايفين المنظر؟ هي دي البقلاوه او الجلاش الصح. لازم ينفش سكع، ابقى انا راجل مش عارف حاجه. شايفين؟ يعلى ولا خد حاجه. هو السمنه والسوداني ب 10 جنيه، معلقه القرفه ومعلقتين السكر، خلصت القصه بتاعتي. السيرب عندي بارد يا شيف، شايفين الجمال؟ هو ده
بقلاوه يعني الشكل ده، الشكل العاطفي ده. خلاص حلوه قوي. نحط دي كده استاذتنا الغاليه العظيمه الاستاذه كريستين. للاسف الايربيس وقع من ودني. ونبدا نعمل دلوقتي الايه، برافو عليكم، هنبدا نعمل دلوقتي النموره. ادي النموره هي شكلها قصاد حضراتكم، ونشوف الدنيا فيها ايه. سلام يا شفا. حطوا لنا هنا بقى سمنه، حاجه بسيطه كده، ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه. كنا عندي مهلبيه او كاستر، يعني ايه؟ يعني كوبايتين لبن، كوبايتين من اللبن، تمام، او كوبايه لبن واحد، عليها معلقه كبيره نشا على النار، يعني اللبن يغلب اقوم مديله معلقه نشا، لبن قديم، لبن بودره. عايز اديله معلقه سكر، يا اهلا وسهلا، بس انا عايز احس بطعم النشا. ادي التفاح اهو، مش لازم تفاح، ومش لازم خوخ، مش لازم فراوله، يعني مش لازم فاكهه، بس انا بعمل لكم النموره اللي هي كان والدي رحمه الله عليه بيعملها لنا، كان بيعملها لنا بالتفاح ورشه القرفه. مفيش بعد كده، هات لي ده كده عشان ديت كان متقطع عليها حاجه تانية، هات لي الصغيره دي احسن. وبعدين فين المنديل؟ ننشفها. واو، حاجة لازم تتنشف كويس قوي. يا سلام يا حاج أشرف الرائع. قطعناها مكعبات صغيرة كده. أنا ليه بقطع التفاح مكعبات صغيرة على طول؟ عشان ما يسودش. برافو عليكم. عايزكم تبصوا كده على الأصناف كده قدامنا. كل ده منين؟ جلاش 7 جنيه ولا حاجة. شوف احنا هنجيب سمنة، انت بتهزر معانا يا ست الكل؟ بزيت، ما عنديش الا زيت التموين. حلو جدا، مال يمشي يعني. طيب ماشي يا عم، ماشي يا عم المطيباتش. في ايه تاني؟ طب السيرب، كيلو سكر، عليه رشة ملح، ليمونة او ليمونة، وخلص الموضوع على كده. عملنا الكلام ده كله، عملنا الكلام ده كله، الشتا دخل علينا كلنا. البسبوسه لو عايزينها قولوا لي، اوامر، انا عندي كلمه اوامر ليكو تعلمتها من الجيش وانا بضرب الولاد هناك، بتعجبني قوي الكلمه دي. هناك كنت بقول لاي حد على اي حاجه، والله الشباب بقى زي العسل يعني، والله يقول لي اوامر يا شيف محمود، بيعتبروني والدهم هناك. وادي كده شايفين بقى انا بعمل ايه المره دي اهو. اللي حل لو مضايقك دي اشيلها. يبقى انا بعمل طرف بره وطرف جوه، واهو طرف بره. شفت بقى اختلفنا عن البقلاوه ازاي؟ ما تروح تجيب لنا البقلاوه يا شيف محمود. حاضر، بس خد بالكم انا في خطر دلوقتي. ليه؟ الجلاش ابتديت اخليه ورقه ورقه، ممكن اجي اقفل يتكسر. مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش هتكلم في الموضوع ده تاني، خلاص خدوا بالكم واحذروا. تعالى كده، سلام، والله ما في سمنه، ده يا دوبك. وهي استاذتنا الرائعه، شايفين عامل ازاي؟ ايه الاخبار؟ سخن مولع، مولع. السيرب عامل ايه معاك يا شيف محمود؟ بارد. طب لو الاتنين سخنين يا شيف محمود يعجن. طب يا شيف محمود لو الجلاش ده بارد نسخن السيرب، بس ما خلوش ايه يغلي بقى سخن، وما اقعدش ادي بقى سيرب بقى ايه مهلبيه بسبوسه. لا بصوا بس، خليه بقى هو سخن كده يشرب. خلصت القصه بتاعتنا، خلصت الايه القصه بتاعتنا يا ابو حميد. بصوا عليه كده، انا همنعكم البصصان براحتكم خالص. ها مفيش بعد كده، مفيش بعد كده يا شيف محمود. يا سلام، ايه ده؟ معقوله رشه فوزدو كده تحيي العمليه وتخلي العمليه ماشيه معانا؟ يلا يا عم ارجع لشغلك في عرض النبي يا اخي، الجلاش هيبوظ هينشف. ما عنديش سمنه قد ايه؟ دي زيت. برافو عليكم،
شيل لي بقى بالثلاث ورقات بقى، انت هتعقدنا ليه كده بقى؟ اهو ثلاث ورقات كده. طب كده هينفش يا شيف محمود؟ ما تخافوش، كل ده هيتداخل مع بعضه دلوقتي. اللي عملتها قصاد حضراتكم دي هناك اللي على المضرب بتاع البيتزا ده، هي اللي انا، بس انا بنقي حاجه عريضه قوي فباخد دي، اللي عملتها على مضرب البيتزا ده، ده هيت اهي، هي اللي انا بعملها لكم دلوقتي. تمام؟ ها الدنيا ايه؟ ادي سمنه يا عم، ادي سمنه يا سيدي. يا عم ما عنديش الا زيت قلنا لك، ولا يهمكم. يا سلام. مين اللي معايا يا استاذتنا الغاليه؟ الو، السلام عليكم. ست ام محمد، اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه كل الله سنة وبركاته. كل سنه وانت طيب. وسعادتك بالف صحه. ربنا يديك سنه الصحة سعيده عليك يا رب. كل سنه طيب عليك وعقبات اللي معاك واولادك والجميع يا شيخ محمود. كلك ذوق يا ست الكل، تسلمين. ربنا يخليك يا شيخ محمود، الله يصلح حالك يا رب. الله يكرمك. الله يديك الصحه. اسال سؤال معلش. اوامر. الله يصلح حالك. انا عايز اعمل تورتايه. هل المضرب اليدوي بتاع الايد لو قعدت ربع ساعه دي قد هتعلى معايا ولا لا؟ بقى. لا؟ اه ماشي ماشي. ابعتي ابعتي خد المضرب بتاع اليدوي. ما تحرمش منك يا شيخ. جيبيه في نفس اليوم. ما تحرمش منك. خلصي وهات. ولا يهمك. السلام عليكم. وابعتي لي السلك ده وانا اوديه لك في مكان يعمله لك حاضر. خلاص؟ بس اعملي حق المواصلات. هنجيب كده اما كريم باتسري. خلاص؟ الست ام محمد دي في سن والدتي ست طيبه جدا وبعزها جدا، ربنا يخليها لنا يا رب، حد طيب على سجيته، الشعب المصري الجميل، هو هي دي يعني، هي وغيرها يعني، معظم مشاهديني كده والله العظيم زي العسل يعني، ربنا كرمني بقلوبهم نقيه وجميله جدا يعني. وادي التفاحه اهو، ممكن اقطع التفاح اصغر من كده. يا عم تقشره انت كسلان تقشره. وادي رشة القرفة ايه؟ اقشره ليه؟ انا عايز القشرة. اشطف ايديا من القرفة كده. ونبدأ نفنش الكلام ده، يعني ايه؟ يعني ركب كده. وادي الايه؟ ادي سمنة. بس خليك سريع شوية يا شيف محمود عشان بس بصراحة هينشف يا ابني، هينشف. خلاص؟ يعني أنا فضل الله لأني ما رحت أجيب الجلاش امبارح، قلت له انا عايز حاجه طازه، قال له اديله من اللي لسه جاي النهارده. بس انا بهتم بشغلي بصوره يعني، بقول لكم قلت لكم والله عندي المدام بتكرهني، ووالدتي تقول انت طالع لابوك، حياتك الشغل وبس، حياتي الشغل وبس. ده كويس يا رب محمد ابني يبقى كده. واو. وبعدين عملت انا حاجه بس امبارح كده ظريفه قوي. خلاص ايه هي؟ هوريها لكم دلوقتي. هناخد ده كده. حتى لو هنشتغل عندي سمنه بلدي يا جماعه. حتى لو عندي سمنه بلدي هدي سمنه وزيت. هدي سمنه وزيت. لو عندي سمنه بلدي. دايما ابدا زيت كده تكون ريحته حلوه. ودي السمنه وزيت ليه بقى؟ خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ ولا ما خدتوش؟ الفطيره اهي. عشان حرام احط سمنه بلدي صافي لانه بياخد كميه كبيره. لاحظوا حاجه في الفطيره هنا، ايه هي يا شيفنا؟ مش عارفين والله. ان انا حولت الفطيره، حولت الفطيره خليتها ما فيهاش الايه الشراشيب اللي على الوش دي، نقوم مقطعينها كده عشان فاضل لي تقريبا في حدود دقيقتين علامة زائد اهي. الفرن يكون سخن عندي، لازم سكينة تكون كده عشان ما تجرحليش الجلاش. هنيجي من هنا كده، المقابل بتاعها هنا كده. ده بتزحلق. وادي كده، وادي كده، وواحدة كرزاها في النص كده، شوية سمنة جدعانة كده. فين السمنة يا شفنا؟ فين؟ أهي شوية سمنة جدعانة كده. مش عايزكم تشغلوا البقلاوة ولا الجلاش بالزبدة،
هتبقع في الفرن. هيحصل ايه؟ يعني ايه هتبقع يا شيف محمود؟ مش فاهمين. هتبقع الزبده بتتحروق وتلاقوا في كده نقط سودا على الجلاش. هات لنا بقى كده الجلاش عشان اختم العبقريه الغاليه، لان كده حسيت ان انا كمان ختم الوقت. بس انا بحسبها بالساعه اسمها ساعه ايه؟ اسمها ساعه ايه اللي في فرنسا؟ ساعه الرضا. دي احلى ساعه. هنخش الفرن دلوقتي 180 يطلع ياخد السيرب التقيل. انا بشكركم جدا. شايفين يا جماعه؟ لو تعرف بس قبل ما مخرجتنا الغاليه تفنش هنا الجلاش ما نفش لان مديله سكر بودره وسمنه. خشت خشت ملفي. بشكركم جدا جدا. يا رب دايما حضراتكم اللي في العالي، وانا اللي بستفيد منكم وبتعلم منكم. ربنا يخليكم ليا. القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.